بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذة ليلى المرنيسي، رئيسة جمعية كفاءة مواطنة للتنمية ورئيسة المرصد الوطني لحقوق الإنسان جدر. الحملة الطبية المنظمة اليوم بجماعة سكورة واللي كتستفد منها الجماعة من مختلف الأعمار كتجي في إطار البرامج السنوية المسطرة من طرف جمعية كفاءة مواطنة وبشراكة دائما مع المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني و المديرية الجهوية للصحة ومندوبية الإقليمية البولمان. هذه الحملة الطبية تخلها مجموعة من الكشوفات الطبية المجانية وتوزيع أدوية بالمجان وعمليات جراحية بسيطة، وكذلك تم الكشف عن سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. وتخلل أيضا هذه الحملة الطبية توزيع نظارات طبية في إطار المساعدة الاجتماعية والمواكبة والتتبع للحالات، خصوصا جماعة كرة ولا جماعة جيجو اللي كنا في إطار الحملات الطبية اللي فاتوا في دواوير تفردوس تغزوت تغروت ايت اوف قير ومجموعه من الدواوير اللي كان تم الكشف عليهم من طرف اطباء مختصين في العيون، واليوم فرقنا لهم النظارات الطبيه ديالهم. وكان بالشر الساكنه لانه في اطار الشراكه مع المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني غيتم تنظيم حمله جراحيه خاصه بجلاله، لان الساكنه كتعاني بزاف من مرض العيون وجلاله اضافه لامراض موسميه حسب يعني تصريحات السادة الاطباء اللي كنشكرهم كلهم باسمه وصفاته من هذا المنبر. وكنشكروا الاداره وعلى راسها اداره المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني وعلى راسها السيد المدير العام اللي دائما يعني كيرحب وبهذه المبادرات وجميع الاطر الاداريه والطبيه. شكر موصول كذلك للسلطات المحليه، السيد قائد سكوره اللي حضر معنا منذ انطلاق هذه العمليه. الشكر موصول لجميع المرافقين اللي رافقونا في هذه الحمله الطبيه والاصدقاء ديالنا من الفاعلين الجمعويين خصوصا الجمعيات المتخصصه في الصحه اللي كانت حاضره معنا كذلك. كنشكروا المحسنين اللي ساعدونا باش اننا نصوبوا هذه النظره للساكنه. والشكر موصول للإعلام الوطني. محمد أمين خلافة، طبيب داخلي بمصلحة جراحة طب الشرايين بمستشفى الجامعي بفاس، وبشراكة مع جمعية المواطنة نظمنا حملة طبية من أجل ساكنة سكورة. وخلال هذه الحملة كشفنا على مجموعة من الأمراض، منها أمراض القلب وأمراض السكري. بحال هذه الحملات كيعجبونا، كنحاولوا نطوروا من تقريب الصحة من المواطن كما جاء في التوصيات الملكيه. Alors, je suis docteur Lazare Zahra. Je suis venu avec la compagne médicale dans cette région de Skoura. C'est une région qui est très très loin de tout hôpital, de toute institution sanitaire. Alors, tout ce qu'on a trouvé ici, c'est des femmes. La plupart sont des jeunes, mais avec des problèmes de santé, aussi bien gynécologiques qu'obstétriques. On a trouvé aussi des gens qui sont d'âge avancé, surtout des hommes, avec des problèmes surtout gastriques, urinaires et aussi prostatiques. Donc aussi, il y a certains qui ont des problèmes cardiaques et qui ont été pris en charge par nos confrères et amis de médecins qui sont venus de FAS, de CHU et d'autres institutions sanitaires. Donc l'objectif de cette campagne sanitaire a été atteint avec succès. On a pu quand même rapprocher tout ce qui est santé de patients malgré les distances et malgré le manque très important des infrastructures sanitaires. Merci. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.